الى مبابي، مبابي يمر، مبابي يصوب، لا 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 يا العارضة لا. السلام عليكم، هلا والله بالشباب، حياكم الله بمقطع جديد وحلقة جديدة من ماستر ليج. واليوم عندنا الحلقة رقم 22. قبل ما ابتدي اطلب من عندكم ضغط زر اللايك والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الاشعارات، خلينا نوصل بهذا المقطع اكثر من 1000 لايك يا حبيبي. خلينا نشوف جدول مبارياتنا لليوم. طبعا مباراة هدرسفيلد لعبتها خلف الكاميرا وفزت 3-2، بوجبا سجل هدف اسطوري بهذه المباراة. مباراتنا الأولى راح تكون مع بنفيكا، آخر مباراة بدور المجموعات من دوري أبطال أوروبا. راح نلعب أيضا ضد بورلي صاحب مركز 12، نلعب ضد برايتون وفولهام، راح ألعبها خلف الكاميرا حتى نختم الحلقة ضد بورموث. يعني مع بورموث يا شباب، مع نهاية حلقة اليوم راح نكون قريبين من فترة الانتقالات الشتوية اللي راح تكون إن شاء الله بالحلقة القادمة. أنا أريد أشتري مدافع، أنا بحاجة إلى مدافع وإلى لاعب خط وسط بدل توني كروس اللي راح يروح مع نهاية الموسم، لأن مشتري أنا أصلا على سبيل الإعارة. هذا ترتيب هدافين الدوري، امبابي بالمركز الاول، اوه امبابي يصدر الهدافين يا حبيبي، فورمينو 10، ديبالا 8. طبعا احنا متصدرين الدوري 37 نقطة، فارق نقطتين على الليفر والسيتي ب 30 نقطة، وهي مجموعتنا بدوري الابطال. احنا صدرنا وتأهلنا مع بنفيكا، اما هداف البطولة فهو ليو ميسي 8 اهداف. مباراة الاولى امام بنفيكا على ملعبنا وامام جمهورنا، اوه للاسف ديبالا ما جاهز، يلا خلينا ننزل هذا اللاعب، اصلا هي مباراة تحصيل حاصل. فهي تشكيلتنا الشوط الاول، بدايه المباراه انطلاق المواجهه، بوجبا يتقدم، يلا يا بوجبا التسويب، الله يلا امبابي الى بول بوجبا التسويب، اها ديونج الى مالكوم، يا سلام عليك، يلا التسويبه قويه، مالكوم هيا الى كيميتش يا حبيبي، يا سلام عليك العرضيه، امبابي راسيه، جول 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 جول، الهدف الاول 1-0 عن طريق كيليان امبابي بعد عرضيه من جوش كيميتش، وحلوة الرأسية من كيليان امبابي، يا سلام عليك، نتقدم بالنتيجة. ديمبلي يتقدم، يلا يا ديمبلي عرضيتك يا ديمبلي، يا سلام يا روميرو، خلاص نهاية الشوط الأول 1-0. بوجبا يمرر إلى ديمبلي، ديمبلي يصوب بالقدم اليمنى حارس المرمى، نزلت ديليخت ومارتينيز، وأيضا نزلت يا شباب جواو فيليكس، فيليكس يتقدم ويصوب، كرة خارج، مالكم صوب، الله حطها، حط مالكم يا حبيبي على يمين حارس المرمى بالشباك، جول الهدف الثاني، نهاية المباراة بالفعل 2-0. مالكم أفضل لاعب بالمباراة، خلاص تأهلنا يا شباب، وهاي الأفرقة اللي تأهلت همينا على السريع، خلي استعرضها لكم، طبعا ما راح أركز عليهم أنا، مثل ما تشوفون هذه الأفرقة كلها اللي تأهلت لهذا الدور. خلينا نشوف مباراتنا ويا من راح تكون بمرحلة التصفية يا حبيبي. أوكي، ضد أتلتيكو مدريد، مباراة الذهاب بملعب الأتلتيكو راح تكون، طبعا ساعدنا مباراة بالدوري، أوه مبابي ما جاهز، خلاص هذه المرة مبابي ما راح يكون نازل بهذه المباراة، خلي ياخذ له استراحة. صافرة البداية، أوه زي، أعتذر على الزي يا شباب إذا كان ما واضح لبعضكم، ويعني تقريبا واضح. يلا ديونج العب الكرة، يا سلام عليك ديمبلي، ديمبلي مرر، أوه ديمبلي ممكن إلى مبابي يا حبيبي، توصل إلى لوكا هرنانديز، يمررها إلى جواو فيليكس، فيليكس يلعب الكرة إلى ديمبلي التصويبة، يحصل على الضربة الركنية، ديبالا يلعبها إلى ديمبلي، إلى ديبالا، هذه جول أوه او مارتينيز يتقدم، يلا جول 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 بافارد، او لا 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 لا، ترجع ديبالا، يا سلام عليك الى جواو فيليكس الى ديمبلي، يلا يا ديمبلي هذه المره يا ديمبلي يا حبيبي، الهدف الاول 1-0، هجوم كاسح لليونايتد الطرف، يا سلام عليك بافارد بافارد بافارد، ممكن عرضيتك يا بافارد، او الحارس فيليكس يمرر الى ديبالا، يا سلام عليك، هذه كورتك لا 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 لا، هذه خطره، لا يا حبيبي لا 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 خطيره، مررها الى بوجبا بالشباك، الله لا ضاعت، خلاص نهايه الشوط الاول 1-0، يلعبها بافارد الى مارتينيز، الله كرة مخادعة لكن الحارس للأسف يصدى للكرة، لعبها إلى بول بوجبا راح يصوب، خلاص هي أوه يا بوجبا، مارتينيز يتقدم، مارتينيز يا سلام عليك، هي جول، لا 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 ما جاء يجي الهدف الثاني، نزلت مالكم وتوني كروس بدل بوجبا وديمبلي، مارتينيز يا سلام عليك إلى توني كروس التصويب، الله
بعد ما نزل توني كروس مباشرة الهدف الأول أو الهدف الثاني يا حبيبي 2-0. بافار ممكن عرضية إلى مبابي، رأسية كرة الحارس مبابي، هي كورتك يا مبابي، جول. أوهو هذه خطيرة، كرة خطرة. نهاية المباراة 2-0، هدفين ديمبلي وكيليان أو توني كروس، أفضل لاعب بالمباراة ديمبلي. نبقى بالصدارة لكن يفارق، يصير 4 نقاط على ليفربول صاحب المركز الثاني. مباراتنا ضد برايتون، هذه المباراة يا شباب أعتقد راح أسوي لها سكيب، خلينا نشوف مركزهم. أوه برايتون بالمركز السادس، هذه المباراة نلعبها. مباراة فولهام نسوي لها سكيب، ومباراة بورموث راح نلعبها. طبعا فولها مسوي لها سكيب، يعني نلعبها خلف الكاميرا. مباراة على ملعبنا وامام جمهورنا، هذه تشكيلتنا اللي راح ننزل بيها، التشكيلة قوية جدا، كل اللاعبين جاهزين، لكن هذه المرة يا شباب راح اخلي دياغو دالوت يشارك. جواو فيليكس لعبته اساسي، وديمبلي ايضا خليته يشارك، فهاي تشكيلتنا للشوط الاول. صافرة البداية بالاولد ترافورد، مباراة على ملعبنا، الريد مبابي او ديبالا يسجلون ان شاء الله حتى نظل ننافس على هدافين الدوري. جواو فيليكس يلعب الكرة، وين يا حبيبي ديبالا، يمررها على الطرف الى دياغو دالوت، يمرر الى جواو فيليكس الى دالوت ممكن الى بوغبا، يا سلام عليك، يلا يا بوغبا التصويب، اوهو صاروخ الى دالوت الى جواو فيليكس ممكن الى مبابي، يا سلام، يلا مبابي المرور يا مبابي، هي جول 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 جول. خلاص الدقيقة 42 اخيرا كيليان مبابي يفتتح التسجيل، 1-0. هذه خطرة، اوه صاروخ، هدف التعادل. لا 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 لا، للأسف مع نهاية الشوط الأول يسجلون علينا هذا الهدف. شوف 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 شوف، بوم، سوء رقابة من كيم بيمبي. خلاص نهاية الشوط الأول 1-1. لا 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 يا كيم بيمبي، لا ضربة جزاء. شوف التدخل من كيم بيمبي، يعني ليش رحت على قدم اللاعب يا حبيبي؟ لا 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 لا، راح نخسر نقاط يا شباب. يلا يا دخية الصدال، هي دخية، الكرة هذه خطيرة، الهدف الثاني يا شباب من ضربة جزاء، للأسف كيم بيمبي سبب بالهدفين. امر ديمبلي سريع، يلا يا ديمبلي الى مبابي، جول 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 جول، هدف الثاني 2-0. يا سلام على سرعة ديمبلي وعلى انطلاقة ديمبلي الصاروخية، نزلت لوكا هرنانديز بدل كيمبمبي، وايضا نزلت مالكوم، ونزلت ايضا توني كروس الى مبابي مر، مبابي صوب، لا 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 يا العارضة، لا ضاع الهدف يا حبيبي، حلوة الكرة، دياغو دالوت كان ممكن لمبابي، يا دياغو دالوت، يلا يا حبيبي، اوه لا 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 يا حكم، للأسف نهاية المباراة 2-0، نتعثر على ملعبنا وأمام جمهورنا ضد برايتون صاحب المركز السادس. أفضل لاعب بالمباراة مبابي بعد ما سجل هدفين، وليفربول يا شباب يصيرون 39 نقطة وإحنا 41، الفارق يرجع فقط نقطتين. هسه مباراتنا ضد فولهام، هذه المباراة يا شباب راح ألعبها خلف الكاميرا. لعبت المباراة يا شباب، للأسف انطرد من عندنا لاعب، تعادلنا 2-0، بالدقائق الأخيرة سجلنا هدف التعادل ونتعادل بالنقاط ويا الليفر، صرنا 42 نقطة للأسف بعد ما تعادلين بحلقة اليوم. هذا أفضل لاعب بآسيا، آخر مباراة بالنصف الأول من الموسم، ديمبلي عندنا ما جاهز، جاي نعاني من إرهاق يا شباب، يلا مو مشكلة، ديبالا خليه ينزل، أيضا بوجبا راح أخليه يطلع يرتاح بهذه المباراة. نزول اللاعبين إلى أرضية الملعب، المباراة خارج ملعبنا، مباراة مهمة بعد تعثرين يا حبيبي، إن شاء الله ما نتعثر بهذا اللقاء. صافرة البداية، انطلاق المواجهة، يلا يا شباب شدوا حيلكم، نريد 3 نقاط أهم شيء. مبابي إلى مالكوم، يا سلام، يلا مبابي، هي الكرة، يلا يا جواو، أوه يا حبيبي، يلعبها ديبالا الى مبابي، يلا مبابي الكره الى ديبالا، لا 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 لا، ما جاي تجي الكره يا حبيبي، ما جاي تجي، ديونغ ينطي لمبابي، مبابي الى ديبالا، يلا يا ديبالا هذه كورتك، جول، واخيرا يا حبيبي واخيرا الهدف الاول، 1-0 باولو ديبالا. فيليكس مرر الى مالكوم، يا سلام عليك، يلا الى مبابي بالشباك،
هناك واحدة مبابي بالمرمى جول 2-0 إلى جواو فيليكس. يا سلام مبابي، روح مبابي، يلا مبابي، كورة 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 كورة، خلاص خلاص خلاص، جول 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 جول، لا 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 لا, لا يا مالكم، كرة ما تضيع. مبابي إلى لا مالكم 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 إلى مبابي، جول 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 جول، انتقام اليونايتد 3-0 بالدقيقة 34. توني كروس خلاص بالفعل سافرة الحكم، 3-0 شوط أول. هرنانديز بعد هي الكرة عند هرنانديز، يلعب إلى جواو فيليكس، هي إلى توني أو ديونغ، ديونغ ديونغ ديونغ، صاروخ أو يا ديونغ، صواريخ صواريخ صواريخ، يلا يا توني كروس، جول 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 جول، 4-4-4 يا حبيبي، تصويب ديونغ، ترجع ترجع توني كروس، توني كروس تصويب، تضرب بالمدافع، راحت للمرمى يا حبيبي، جول. كمر خطرة 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 خطرة، يا سلام على ديخية، نزل جريمالدو بدل لوكاس هرنانديز، ايضا نطلع ديونغ وننزل بول بوغبا، وممكن ننزل دياغو دالوت بدل كيميتش. كرتك يا بوغبا، التصويب بوغبا، وين 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 يا بوغبا، خلاص نهاية المباراة 4-0 فوز، وثلاث نقاط جديدة تضاف، ان اعتقد يا شباب انفردنا بالصدارة، خلينا نشوف ان شاء الله ليفربول تعادلوا. امبابي افضل لاعب بالمباراة، ونتائج باقي المباريات، والليفر يا حبيبي يفوزون 3-1، يبقى النقاط تبقى مثل ما هي، متعادلين احنا بالنقاط، فارق الاهداف. ان جدول مبارياتنا بالحلقة الجاية ان شاء الله راح ندخل فترة الانتقالات، راح نلعب ضد ولفرهامبتون، ايضا ضد هدرسفيلد بالكأس، هذه مباراة مهمة جدا، راح نلعب ضد واتفورد، وان شاء الله نختم الحلقة ضد تشيلسي. طبعا يا شباب جاي افكر اطلب سانشو، وايضا اريد لاعب خط وسط، اكتبوا لي بالتعليقات منو لاعب خط وسط صغير بالعمر يلعب بمركز توني كروس اريده، فاذا اشوف التعليقات مالتكم. خلني نشوف هداف الدوري حاليا منو، اعتقد مبابي من فرق بالصداره واحده، اليوم سجل اهداف عديده، بالفعل مبابي 15 هدف، فورمينو عنده 11، ديبالا 9 اهداف. واللي هنا وصلت لكم نهايه الحلقه يا شباب، ضغطوا لايك، اشتركوا بالقناه، فعلوا زر التنبيهات، خلينا نوصل بهذا المقطع اكثر من 1000 لايك، في امان الله.